أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومرحبا في حلقة جديدة في حوار آخر. اليوم نحن في حضرة الشرق الحبيب وملف الشرق مشكلات وحلول وأيضا مجموعة قضايا متعلقة بشرقنا الحبيب. رحبوا معي بضيفي الأستاذ الإعلامي والمحلل السياسي محمد عثمان الردي. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالسادة المشاهدين على امتداد البث داخل وخارج السودان. أولا شرقنا الحبيب، كيف حالكم في الشرق؟ نحمد الله ونكون له من الشاكرين بما ميزنا المولى عز وجل نعمة الشمس تشرق من شرقنا الحبيب. نعم. ونحن أول من نرى الشمس، وهذه نعمة خصانا بها المولى عز وجل. الشرق بخير وإنسانه بخير وسيظل على خير إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب ندخل في ملف الشرق بشكل مختلف شوية، يعني تفتكر البيئة الجغرافية للشرق في حد ذاته واحدة من مشكلات المكان؟ كثير من الناس قد لا يعلم كثيرا عن شرق السودان. نعم. شرق السودان يمتد من حلايب شمالا حتى الخياري جنوبا، في مساحة تمتد حوالي 5000 كيلومتر مربع، بعدد سكان 3.5 مليون نسمة. شرق السودان يحادي 3 دول رئيسية، يحادي دولة إريتريا ودولة مصر ودولة أثيوبيا. شرق السودان يحتضن المنفذ البحري الوحيد لجمهورية السودان. شرق السودان يمتلك موقع جغرافي متميز أصبح يثير أطماع الكثير من الأصدقاء والأعداء في آن واحد. شرق السودان به ساحل بحري يمتد حوالي 700 ميل مربع على ساحل البحر الأحمر. هذا الساحل يعج بالخيرات الغير مكتشفة فيه أكثر من المكتشفة. ساحل البحر الأحمر يعتبر من السواحل الهادئة والجاذبة لسواح سياحة القدس في أعماق البحار، ومعظم الأفلام الوثائقية لأسماك الزينة وأسماك القرش وأسماك الأحياء البحرية الدقيقة التي نراها في الأفلام الوثائقية في مختلف القنوات الفضائية تصور في ساحل البحر الأحمر السوداني. طيب أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، يعني ربما تميز بها الشرق بشكل عام، اللي هي الحدود على أكثر من دولة. ما تفتكر أنه دي بتدي خصوصية في أنه الشرق في حد ذاته كجزء مهم من السودان يكون مستهدف؟ لا شك بهذا الموقع وبهذه الامتيازات الضخمة التي حبى المولى عز وجل بها شرق السودان، أصبحت محط أنظار الأعداء والأصدقاء في آن واحد. والكثير من الدول لديها حديث نفس داخلي تجاه هذا الشرق، وكثير من الدول كانت في السابق وفي الحاضر تتمنى أن ينضم لها شرق السودان لتكتمل مملكتها التي كانت في الأحلام. شرق السودان الآن ازدادت خصوصيته وازداد استهدافه في الآونة الأخيرة. ولعل ميناء بورصدان أصبح محط أنظار كل المستثمرين الأجانب والوطنيين، ولكننا نحن نخاف أكثر من الأجانب لأطماعهم تجاه هذا الساحل، والذي في الآونة الأخيرة أنت تابعت زيارة الرئيس التركي واهتمامه بمدينة سواكن. يعني أنا كنت أعرف لك أنه كل الناس فترة الفاتت بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسواكن واهتمام الأتراك بسواكن، فبرضو دارين المشاهد يعرف سر المسألة دي، شنو العلاقة بين الدولة العثمانية القديمة وسواكن؟ طبعا سواكن هي تعتبر من المدن القديمة والتاريخية، وهي كانت أحد البوابات للأتراك في السودان. وكل ما ذكرت أمجاد الأتراك والدولة العثمانية ذكر ميناء سواكن. وكل الحضارات التي أتت من شمال أفريقيا
إلى الدولة العثمانية أتت عبر بوابة مدينة سواكن، ولعل مدينة سواكن فيها بعض القصص التي يرونها عن تسمية هذا الاسم مع سواجن، وهي كان يقال أن سيدنا سليمان عليه السلام قد سجن فيها الجن. الجن يعني القيمة بالنسبة لهم قيمة معنوية تاريخية ولا قيمة استراتيجية؟ الاثنان معا. طيب المعنوية التاريخية واضحة، نعم. الاستراتيجية شنو فيه في تقديرك؟ ساحل البحر الأحمر أصبح الآن هو من المغانم التي يسعى كل دولة بأن تضع يدها في هذا الساحل. نعم. كل الدول أصحاب المصالح الضخمة بتحتاج إلى معابر تجارية بحرية وتجارية تمر استثماراتها، ولن تجد منفذ بحري مفيد يربط شمال أفريقيا بجنوبها ويربط الدول العربية والدول الأفريقية إلا منفذ البحر الأحمر. نعم. ولا تنسى أن هنالك دول تحاددنا لا تمتلك منافذ بحرية. نعم. دولة أثيوبيا، دولة جنوب السودان، أفريقيا الوسطى، دولة تشاد، وكل هذه الدول كان لها اتفاقيات مسبقة لاستقلال ميناء بورسودان من أجل الصادرات والواردات. الآن تكاد تكون دولة أثيوبيا حلت مشكلتها بعض المقاطعة وبعض المصالحة التاريخية ما بين أديس أبابا وأسمرة، الآن أصبحت أثيوبيا تستغل ميناء باطع، ميناء مصوع في الصادرات والواردات. ولكن هذا لا يمنع بأي حال من الأحوال بأن النظرة الاقتصادية الضخمة لساحل البحر الأحمر السوداني هو محط أنظار العالم، وكل الدول الآن تتكالب لأن تكسب ود السودان من أجل هذا الساحل الساحر. طيب أبقى المنطق بيقول أنه أستاذ محمد عثمان إقليم أو مساحة جغرافية في وطن فيها كل هذه المميزات ما في مشكلة فيها، لكن الشرق مليء بالمشكلات، فدعنا نفصل المشكلات دي وحلول في حلقتنا اليوم. أنا قصدت أبدأ بالموقع وبالخلفية التاريخية عشان أطول في المشكلات، ففي تقديرك ما هي أهم المشكلات؟ شرق السودان على مر التاريخ والعصور ظل يعاني من السالوس الغاتل، الفقر والجهل والمرض. نعم. وهذا السالوس ظلت لعناته تلاحق إنسان الشرق منذ ميلاد الشرق. طيب نبدأ بالفقر، وللأسف الشديد معظم الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان لم تولي اهتماما لشرق السودان، بالرغم من أن شرق السودان هو البقر الحلوب التي تمد الخزينة العامة بالثروات وبالأموال الضخمة. لك أن تتصور أن 60% من دخل الخزينة العامة يأتي من ولاية البحر الأحمر. من شنو؟ من واردات الميناء، من الضرائب، من الرسوم، من كل أتاوات، كلها متعلقة بالميناء، بحركة الميناء بشكل عام. نعم. تصور الآن ولاية البحر الأحمر بها 55 معدن أبرزهم الذهب والنحاس واليورانيوم، وللأسف الشديد يعاني إنسانها من الفقر، يعاني إنسانها من الجهل والمرض. مدينة بورسودان هذه الميناء، بعد كل هذه الامتيازات وبعد كل هذه الخيرات التي تذهب إلى المركز، الآن تعاني من أزمة طاحنة في المياه. تصور يستكسر على مدينة بورسودان مدها بخط أنبوب من مياه النيل. هذا المشروع في 2005 كانت تكلفته 470 مليون دولار. عندما أنشأوا أنبوب النفط من دولة جنوب السودان إلى ميناء بشاير بساحل البحر الأحمر، أنشأوه في زمن قياسي وزمن بسيط، وكان في إمكانهم أن يمدوا إنسان مدينة بورسودان بمياه النيل، ولكن استكثروا عليه جرعة ماء من مياه النيل. فلك أن تتصور هذه المظالم. طيب يعني أنا أستاذ محمد، أنا داير أجيب في نقطة موية بورسودان، لأنها حقيقة مشكلة حقيقية لساحة بورسودان، وبظل سؤال بديهي يعني ليه الحكومات المتعاقبة فشلت فينا تحل هذه المشكلة؟ هل لأنه إنسان بورسودان ما حاول يحلها؟ للأسف الشديد هذه الحكومات غير جادة. يعني الآن عندما نتحدث عن 470 مليون دولار في 2005، 470 مليون دولار، 470 مليون دولار دي التكلفة من بداية المشروع فروم A to Z. هذا المبلغ لا أعتقد في 2005 ما كان كبير، وكان بالإمكان أن يتم تمويل من أي بيت تمويل عالمي، يمكن يتم تمويل هذا المشروع. نعم. وينتهي في زمن قياسي بسيط. لكن أنا أصدقك الحديث، معظم الحكومات غير جادة،
هنالك مشاريع ضخمة قامت في السودان، ولك أن تتصور في كل ربوع السودان قامت الطرق وقامت المدارس وقامت كل الخدمات، هل عجزوا أن ينموا ولاية الجزيرة ثم لا ينموا ولاية البحر الأحمر؟ طيب أنتوا كأبناء شرق يا أستاذ محمد، يعني أنت بتقول أنه 60% من الدخل القومي بيجي من المينا المينا. نعم. أنا ما بقدر أحدد الرقم اللي أنت قلته ده حقيقي أو لا. نعم. يعني أو ضبطه. نعم. تمام؟ إذا افترضنا أنه 30% بس، ليه أنتوا كأبناء شرق ما حاولتوا في الحكومات المتعاقبة دي كلها أنكم تلزموا الحكومات بأنه والله دايرين 10% من الدخل ده لصالح دعم المياه دي؟ عندما نتحدث مرارا وتكرارا عبر صحفنا، عبر ممثليننا في البرلمان، يقول لنا هذه القضية قضية قومية وسنقوم بحلها قوميا، لا تتحدث مثل هذه الأحاديث لأن ونوصم بالعنصرية ونوصم بالجهوية. أنتم الآن تمثلون السودان، أنتم الآن تقدمون الدعم لكل السودان، فكيف تتحدث بهذه اللغة؟ لا تتحدث عن يعني يتم تجريمكم؟ يتم تجريمنا للأسف الشديد، وظلنا نصبر على هذا التجريم، ظلنا نصبر على هذا التجريم مرارا وتكرارا، وما نتج عنه عن تمرد أبناء الشرق وحملهم السلاح في 1994 في الكفاح المسلح دي حانية. لكن الأسباب الأساسية للفقر شنو تاني؟ الفقر الآن أنا أعتقد معظم الموارد التي تعج بها ولاية البحر الأحمر هي موارد ضخمة جدا، لو استقل منها القليل والبسيط في مكافحة الفقر كان بالإمكان تمليك وسائل الإنتاج للفقراء. الآن أكثر ولاية معدلات الفقر فيها عالية في السودان هي ولاية البحر الأحمر. الآن أكثر ولاية وفيات الأطفال دون السن الخامس والنساء الحوامل ولاية البحر الأحمر. الآن الولاية الوحيدة اللي فيها مرض السل، الآن الناس طبعا بيعدلوا كده بطريقة ظريفة كده بيقول لك مرض الدرن، ولكن هو مرض السل الآن منتشر في ولاية البحر الأحمر ومنتشر في ولاية كسلة بأرقام مزعجة. ومرض السل السبب الرئيسي هو الفقر. نعم. الآن الإنسان لا يجد غذاء متكامل، سوى التغذية. نعم. فأنا أعتقد يعني هذا من الظلم بمكان. أنا لا، لكن ده فقر ولا سوى التغذية ناتج من أنه في عادات سلوكية معينة في التغذية، مرات عادات السلوكية في التغذية بتعمل مشاكل زي دي. نعم، إنسان شرق السودان يعني ممكن يكون إنسان شرق السودان هو زاهد في الطعام مثلا لأي سبب ما، لا هو غير زاهد الطعام ولكن لم يجد هذا الطعام. إنسان شرق السودان معتز يعني بأرضه، يعني مفروض عليه. نعم، الآن هو بيعتز بأرضه ومعتز بمجتمعه ومعتز بأهله، لا يود أن يفارق هذه المدينة، لا يود أن يفارق هذا الجبل الذي وجد أجداده ثم أجداده ثم أجداده توالدوا في هذا الجبل وفي هذه المدينة وفي هذه القرية. ولكن الآن كل الدول المتقدمة سعت إلى الريف وقدمت خدمات إلى الريف، ما عدا حكومات المتعاقبة هي أهملت الريف، مما دعا الريف إلى ذهاب المدينة وما أدى ذلك إلى ترييف المدينة. يعني أنا فهمت كده تقول إنه إنسان الشرق حصل له فصل ما بينه وبين الدولة. نعم. يعني الدولة موجودة في المركز، لكن إنسان الشرق اللي ارتباطه بالمكان، نعم، ولعدم قدرته أو تهيئته النفسية لأنه غادر المكان بقى موجود، فالفصل ده مفترض الدولة تقوم تقترب منه. نعم، أبد تقترب منه، وهي قاصدة أنها تقترب منه. أنا لا أدري الأمراض الوبائية بشكل عام، يعني إذا أخذنا أنه الفقر ده ناتج من أنه والله يخلي الإنسان ده في عزلة من المركز، الدولة ما مهتمة به، الأمراض الوبائية دي نفسها يعني ما في منظمات بتجي تعالج الناس؟ يعني إذا مشينا أنه خلاص الدولة بقت مهملة في القصة، الوبائيات دي بدت 200، هل تاريخها بعيد ولا قريب ولا بتدفع وتمشي وتجي؟ في شرق السودان هنالك امراض اصبحت انديميك ديزيز، اللي هي من الامراض المستوطنه. يعني السل مرض مستوطن. نعم. سوء التغذيه مرض مستوطن، وهنالك العديد من الامراض هي اصبحت من الامراض. يعني السنه اللي فاتت كان في الحمى، يعني نعم. بدت في كسله. نعم، شيكونغونيا. ايوه، يعني مزله كانت محزنه. نعم، وللأسف الشديد وأصابت الغني والفقير على فكرة، يعني ما ارتبطت بالفقر. نعم. يعني حمى دي حمى الكنكشة. نعم. صابت الغني والفقير، ولكن كيف تعاملت معها الحكومة آنذاك؟ تكتم وعدم. نعم. نشر حقائق. نعم. إلى أن صارت قضية رأي عام، إلى أن كانت يعني أنا سؤالي يا أستاذ محمد، وسؤال أنا ما أعرف هتكون في نوع من الدقة شوية. نعم. هل البيئة هي مرات في بيئة حاضنة للمرض
نعم. مرات في بيئة لعوامل كثيرة جدا تكون حاضرة للمرض. أنا والانفتاح والانفتاح الشرق بشكل عام مرات الحدوديات دي برضه مشكلة على بعض الدول بتكون طبعا الانفتاح الحدود على بعض الدول بعض مرات قد تجيك امراض عابره. أيوة. اصلا ما من الامراض اللي انت مستوطن عندك وانت بتعرفها وما تعرف تعاليها لانه الدول دي برضه لما تجيك بتجيك بثقافتها بتجيك بعاداتها بتجيك بمشكلاتها وكذا. لكن انا برضه دائما ابدا الوم اصحاب القرار والوم الحكومات المتعاقبه لن لن تعطي اي اهتمام لانسان شرق السودان، بل الان اصبح هنالك احساس قوي جدا لانسان شرق السودان هو الان مواطن. بعض المرات بيجي يجي احساس بانه ما مواطن سوداني، مواطن وكانه ينتمي الى دوله اخرى بعدم اهتمام الحكومات المتعاقبه. نعم. الان حاله من القبنه، حاله من الاحباط، حاله من الياس اصبحت تنتاب انسان شرق السودان. نعم. انا اعتقد الان ان الاوان للحكومة الحالية أن تقف وقفة جادة تجاه شرق السودان، وهذا القبنة في الآونة الأخيرة أصبحت بعض الأصوات تتعالى تطالب بانفصال شرق السودان، لأن أصبح السودان في الحكومة المركزية لا يهتم بإنسان شرق السودان، بالرغم من أننا نحن لنا رأي واضح جدا نطالب بوحدة السودان ونحن ضد انفصال. والانفصال محل ومحل يعني بالوسط سيعقد، خلينا نقول انفصال محل، بالعكس حيزيد المشكلة بل سيعقد الأزمة. نعم. يعني بالعكس هو حال الاندماج الحقيقي، ولكن هذا هو الإحساس الآن. أنت لما أنت بتديني إحساس بأنه أنا قاعد في وطني وكأنه أنا قريب في وطني أنت ما تهتم بي. نعم. فده إحساس طبيعي أنه طالب بمطلب يعني أخر. يعني يعني نقول أنه الأمراض الوبائية هي ذاتها واحدة من أقدار الحياة، انه وجود الشرق في حدود ثلاثة دول ممكن تخليها امراض، والفقر ناتج من اشياء كثيره جدا. نجي ليه؟ التعليم. يعني حقيقه ابناء الشرق كان احنا عندنا هاتف لو مرحبا يبدو انه لا. الو مرحبا يبدو. الو مرحبا. مرحبا عليكم السلام. نعم استاذ دكتور باشمهندس عبد القادر ابراهيم رئيس حزب الشرق للعداله. نعم. والتنميه. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بقناه الشرق. الله يكرمك. باشمهندس نحن مع الاستاذ محمد عثمان الرضي الصحفي والمحلل وولدكم من الشرق، بيتكلم اليوم في ملف الشرق. و نعم فاتحين اليوم ملف الشرق، ويظل السؤال الكبير يعني الشرق السودان عانى من إهمال الحكومات، عانى من مشكلات كثيرة جدا، وبوصفك رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية أهم الملفات الآن اللي أنتوا بتديروها كحزب بما يختص الحزب الإقليم شنو؟ والله أولا شكرا لك، ونحن أولا يعني كنا حضورا ومشاركة في هذا اللقاء الكبير الجامع وفي هذه الاحتفائية التي يعني أقيمت بمناسبة عودة الشيخ سليمان بزاي. نعم. وحيث في هذه الاحتفائية يعني أردنا أن نشارك يعني الشيخ بسلامة العودة، وأيضا هنالك الآن يعني كان أطياف متعددة من القوى الاجتماعية والقوى السياسية، وباعتباره كأنما هنالك يعني حلف كبير سينشأ حلف اجتماعي وسياسي بهذه المناسبة، قصدنا أن نشارك، والآن سيعلن في الأيام يعني القريبة القادمة لهذا الحزب الكبير بقيادة الشيخ سليمان بن زاي. ونعم هنالك الآن قضايا ملحة يعني تطرح على مستوى كل أبناء شرق السودان وتساؤل كبير. نعم نحن الشرق الآن هو في يعني في أسوأ حالاته وفي أضعف الحلقات على مستوى السودان، لذلك هنالك الآن تنقصه الخدمات. أيضا شرق السودان يعني من قبل المركز يأتي في زي اهتمامات المركز. يا باشمهندس معلش أنا حقاطعك لحظة، أنت تكلمت عن حلف، الحلف ده يضم منه بالضبط؟
الحين هناك قوة سياسية وقوة اجتماعية كبيرة. أنا لا أريد أن أستبق هذا الإعلان، لكن الحزب هو مجموعة من المكونات الاجتماعية والمكونات السياسية، في حينها عندما يعلم يعني سيعرف الجميع يعني مكونات هذا الحزب، ولذلك لكن هو سيكون أكبر الأحلاف التي يعني موجودة في السودان، لأن هنالك قوة كبيرة جدا ستشارك في هذا الحزب أيضا، قوة اجتماعية وقوة سياسية، وهي تضامنت على أن هنالك قضايا ملحة الآن يجب أن يتم أو أن يتحدث الناس عنها بشفافية، قضايا التنمية وقضايا المشاركة وقضايا التي يعاني منها أهل الهامش، لذلك هذه القضايا ستطرح نفسها بقوة، وعلى كل أبناء شرق السودان أن يلتفوا حول هذا الحلف الكبير بقيادة هذه الرمزية الدينية الشيخ سليمان بن داعش، على أن هنالك يعني إجماع الآن من كل هذه القوى الاجتماعية والسياسية حول هذه القيادة الرمزية، هذه القيادة الدينية وهذا المصلح، وبالتالي أردنا أن تكون إصلاحا على مستوى أيضا كل الخدمات وكل الحاجات التي يعني يحتاجها المواطن ويعني رغبات المواطن التي يعني يتشوق لأن تكون هنالك حذية على أرض الواقع. الآن الأمراض يعني الكل يتابع، هنالك الآن تدهور صحي كبير جدا، وهنالك الآن أمراض تفتك بكسلة، ولا حديث يعني ولا اهتمام من قبل الحكومة المركزية. هنالك الآن قضايا كثير جدا على مستوى المشاركة، على مستوى الخدمات، الآن هنالك الحمى النفسية وكثير من الحميات التي لا نعرف تشخيصها، هي الآن تطرح نفسها بقوة، وهي الآن تلزم ألسنتنا نحن كأبناء شرق السودان. الكل الآن يعاني في كسلة، الكل يعاني الآن من هذه الحمى، وكثير من القضايا الآن التي ينبغي أن نتحدث عنها بقوة. الشرق الآن يعني هذه هي قضاياه الملحة، ويجب على المركز قبل فوات الأوان أن يلتفت لهذه القضايا، هناك الآن قضايا ملحة، ونقول على مستوى المركز الآن المركز يعني يذهب في قضايا انصرافية. باش مهندس، يعني أنت تكلمت عن حلف، واضح أنه أنت ما قدرت تفصح عن الحلف ده، لكن كأنما نقرأ بين السطور أنه كل الأحزاب الموجودة في الشرق، كل الجبهات الموجودة في الشرق، كل الإخوة في الكفاح المسلح سوف يتحدون تحت مظلة الشيخ سليمان بيتاي. أنا أقول هذا الحلف سيكون من أكبر الحلف على مستوى التاريخ الشرق. نعم. طيب في تقديرك، الآن لأول مرة، نعم لأول مرة أقول هو ليس حلف سياسي فقط، بل يعني حلف من مكونات متعددة، واجهات اجتماعية، إدارات أهلية، منظمات مجتمع مدني، ناشطين، يعني حقيقة فيه تنوع من كل مكونات شرق السودان. لذلك أقول بكل يعني فخر هذا الحلف هو الذي يعني سيلبي كل أشواق إنسان شرق السودان، هذه الأشواق المليحة التي منذ الاستقلال يعني لازمت فشلنا كنخبة وكقيادة سياسية، يعني لم تكون يعني فيها حلول جذرية من قبل المركز، ولذلك نحن حريصين بأنه الآن أن يلتف الجميع حول هذه القضايا الملحة وحول هذا الحلف، واعتقد الكل الآن ينظر إلى هذا الحلف على أنه سيكون منتظر إنسان شرق السودان، لأننا سنطرح قضايانا بكل شجاعة بكل وضوح. نعم. على أننا نريد أن يكون هنالك حلول يعني سريعة وحقيقية. طيب باشمهندس عبد القادر إبراهيم، برضو بوصفك أنت رئيس لحزب الشرق للعدالة والتنمية، قبل شوية كنا أنا والأستاذ محمد إسماعيل نتكلم في أنه لما خرجت جبهات الكفاح المسلح في 1994 كان واحدة من 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 أسبابها أنها تفصل الشرق. الآن في سودان جديد وفي بناء لدولة جديدة، والتكتل الموجود الآن الإيجابي ده، افتكر تكتل إيجابي بقيادة الشيخ سليمان بيتاي، هل ممكن في لحظة تتجه لاتجاه الانفصال؟ والله أنا أقول لك الآن أن نحن نوايانا لا تتجه للانفصال، لأن هذه هي آخر المطاف. نحن الآن لكن أقول لك بكل وضوح يعني إذا كان هنالك التغيير، هذا التغيير المنشود الآن يعني لم يشارك فيه الجميع، فبالتالي سيؤدي إلى دولة لن تسع الجميع،
فبالتالي هذه الخطوره، نحن خطوره نقول الان وكل اهل الهامش الان يعني نظرتهم الى المركز على ان هذا التغيير لم يستوعب قضايا اهل الهامش. ولذلك كل اهل الهامش الان ليس الشرطه بل كل اهل الهامش الان يتذمر، كل اهل الهامش الان يعني هنالك يتوجس، هنالك الان ننظر لكل قضايانا الان بتوجس كبير جدا على ان المركز لم يلتفت الى هذه القضايا ولم يخاطب هذه. طيب القضايا المطالب الاساسيه يا باشمهندس، المطالب الاساسيه في الحلف القادم حتكون شنو؟ قضايا هي معروفة، قضايا الخدمة، قضايا التنمية، قضايا المشاركة السياسية، هذه القضايا يعني قضايا معروفة. نحن لا نريد أن نتبع شيئا يعني غير موجود ولا أن نأتي بمفردات هي غير موجودة. نحن يعني الشيء المتعارف لدى الناس، نحن نريد التنمية، نريد أن ننتشل هذا الشرق من هذه المعاناة التي يعيشها، لأنه لا يعقل الآن هذه الأمة النفسية الآن تضرب بولاية كسلة والحكومة المركزية تتكتم على هذه المسألة. نحن الآن في ولاية كسلة وللأسف الشديد يعني وقفنا على حجم هذه المرارات على أرض الواقع، وللأسف الشديد يعني الكلمات تتوارى خجلا في أن تصف هذه المعاناة التي يعيشها إنسان شرق السودان. الأطفال الآن يعني انظر إلى المستشفى الآن، يعني الناس ينومون على في سرير أربعة وخمسة وعلى يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. هذه قضايا حقيقة معاناة لنا لكسلة وكل أهل شرق السودان، جبارفة، البحر الأحمر، حقيقة هذه معاناة. يعني حاولنا بقدر الإمكان أن نخاطب الرأي العام وعلى أن نخاطب المركز أن يلتفت للشرق وقضايا الشرق، لكن للأسف الشديد منذ هذا التغيير. طيب باشمهندس، يعني أنا دارجي في اتفاقية الشرق، في تقديرك هل كانت اتفاقية الشرق هي خطوة للحل حتى لو لم تكتمل؟ أكيد طبعا. أنا لا أقول لك اتفاقية يعني كانت لأول مرة، أول الأهم في هذه اتفاقية سلام شرق السودان هي أن اعترفت في بدايتها الأساسية على أن هنالك قضية لإنسان شرق السودان، اعترفت له بالهامش. نعم. وهذه يعني محمدة لهذه الاتفاقية، يعني هي كانت مدخل إيجابي لحل المشكلة. نعم، كان هنالك مدخل وكل المحاور كانت محاور جميلة. نعم. أنا يعني اتفق معك في هذا الجانب، لكن أسف الشديد على أرض الواقع لم تنفذ هذه الاتفاقية بالصورة المثلى. وبالتالي حتى صندوق عمارة شرق السودان الآن يعني هنالك حتى هذه اللحظة يعني المبلغ $600 مليون من المكون المحلي حتى هذه اللحظة ما تم يعني الوزارة المالية من قبل هذا الالتزام الكلي لا يتجاوز 20%. نعم. يعني فقط لا يتجاوز 175 مليون دولار. يعني فهذا يعني فجوة كبيرة جدا من الشيء المتفق وعدم هذه. ابدا باش مهندس، انت دار تقول انه الاتفاقية الشرق كانت اتفاقية ايجابية بس كانت تنقص الإرادة. نعم. وكانت تنقص الإرادة. نعم. نحن شاكرين لك باشمهندس عبد القادر إبراهيم رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية، وإن شاء الله تعالى تسير الأمور إلى الأمام. أستاذ محمد، يعني في كلام كثير جدا وتعليق على كلام الباشمهندس عبد القادر إبراهيم وخاصة ما يتعلق باتفاقية الشرق، لكن بعد الفاصل. تابعونا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ما زلت في حوار آخر وموضوع اليوم ملف الشرق، قضايا وهموم ومشكلات، مع ضيف الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي محمد عثمان الرضي. أستاذ محمد، هنرجع لما تفضل به باشمهندس دكتور عبد القادر إبراهيم وأذكر كلام مهم جدا. أول حاجة دايما منك إلقاء ضوء على الحلف اللي تكلم عنه. دكتور عبد القادر إبراهيم هو رئيس حزب الشرق العدالة والتنمية وتحدث بشفافية ووضوح خالص، ودي دلالة على أنه الجمرة بتحرق اللي أعطيها. نعم. الآن أصبحت الأصوات ترتفع في شرق السودان إلى ضرورة تكوين حلف سياسي موحد لكل أحزاب شرق السودان. وطن تحفظ عليه
ذكر مكونات الحلف. الاتجاه الآن لتكوين حلف سياسي لكل أحزاب شرق السودان ومنظمات المجتمع المدني تحت لواء الزعيم الروحي الشيخ سليمان علي بيتاي، لأنه بخطابه التاريخي أمس أكد لهم أن هذه المرحلة هو الأحق بقيادتها بعد هذه المرارات. قبل ما أواصل أنا داريف، لماذا سليمان بيتاي؟ يعني سر قيمة هذا الرجل شنو عند إنسان الشرق؟ جربنا كل القيادات السياسية، ولعل إنسان شرق السودان قد يكون قد فقد الثقة بعض الشيء عن الرموز السياسية التي تعرف مواطن شرق السودان أصناف صناديق الاقتراع. ولكن عندما يفوز ويذهب إلى البرلمان ويذهب إلى السلطة وكأنهم لا يعرفوا هذا المواطن. الشيخ سليمان علي بيتاي يحمل رمزية دينية وله قدسية في مجتمع شرق السودان. الآن أكبر مسيد لتحفيظ وتعليم القرآن في شرق السودان هو مسيد الشيخ علي بيتاي رحمة الله عليه، اللي هو والد الشيخ سليمان علي بيتاي. لم يقتصر مسيد الشيخ سليمان علي بيتاي بشرق السودان، ولديه العديد من الخلاوة في غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان. بالنظرة قومية لتعليم القرآن لكل مواطن السودان. الآن لا تخلو بقعة في السودان إلا أن يكون هنالك مسيد أو خلوة للشيخ سليمان علي بيتاي. يبقى الروحانية هي التي، هذا الجهد الكبير الذي يقوم به الشيخ سليمان علي بيتاي أكسبه ثقة ومحبة ومودة خاصة. شرق السودان أصبح كان دائرة مقفولة للختمية والحزب الاتحاد الديمقراطي، وكانوا يأتون بمرشحين لا علاقة لهم بالحزب الاتحاد، لا علاقة لهم بشرق السودان، وكانوا يفوزون في هذه الدوائر. ولكن لمحبة إنسان شرق السودان ولتقديره ولقدسية الطريقة الختمية ولمحبتها لرموزها للسيد المرغر كانوا يصوتون لصالح هذا الشخص. الآن انقلبت الموازين. يعني كأنما أنت تشير أنه بعد وجود الحفل القادم ربما لا يكون للختمية أي دور في شرق السودان. الآن الاتجاه يسير بصورة واضحة جدا لسحب البساط من الطائفة الختمية والحزب الاتحاد الديمقراطي من مركز ثقلهم ومعقلهم في شرق السودان. الآن في جيل جديد، في طريقة تفكير جديد، في ثورة مفاهيم قبل أن تكون ثورة غيرت النظام. الآن الشرق يتشكل تشكيل جديد يتطلب قيادة رشيدة، يتطلب قيادة حكيمة، يتطلب قيادة يلتف حولها كل الناس. الآن كل القيادات وكل الأحزاب السياسية في هذا التوقيت رأوا طوق النجاة يتمثل في شخصية الشيخ سليمان علي بيتاي. فلذلك هم من بادروا، لم يبادر الشيخ سليمان علي بيتاي، هم من بادروا بتكوين هذا الحلف. وعندما شعر الشيخ سليمان علي بيتاي بجدية هؤلاء في هذا الحلف، ولكي يكون ذلك المخرج الأساسي من وحدة الظلم الذي يعيشه إنسان شرق السودان، فسرعان ما وافق لذلك. طيب أنا دار أفتح ملف التعليم. يعني أنت بدأت قلت الفقر والجهل والمرض، التعليم يعني مشكلة التعليم في الشرق شنو؟ إذا أردنا أن نكسر هذا الثالوث القاتل الفقر والجهل والمرض بالتعليم، إن قضينا على الجهل سنقضي على الفقر وسنقضي على المرض. نعم. هذا قطعا معادلة مجربة ومعادلة معروفة. مواطن شرق السودان مواطن بسيط، ويمكن أن يصل لهدفه في فترة زمنية قياسية بسيطة. طيب لدينا تجربة مميزة كان قام بها والي ولاية البحر الأحمر الأسبق محمد طاهر إيلا، القزاء مقابل التعليم. نعم. لا يقتصر القزاء للطالب فقط، بل يعمم على أسرته من أجل ضمان استقرار هذا الطالب في المدرسة كمحفز. الآن نحن في شرق السودان نعاني من ظاهرة التسرب، تسرب التلاميذ أثناء الدراسة. يعني في سنة أولى أساس ممكن يكون الفصل مختص بـ80 طالب، سنة ثالثة سنة رابعة بيكون 30 طالب، لا من نجي تامنة ممكن يكونوا 5 طلاب. أسباب التسرب شنو يعني من التعليم؟ الأسر بتحتاج لأبناء عشان يساعدوها في وسائل العمل. الآن تصور أنا بيكون عندي 5 غنمايات ولا 6 غنمايات، دي مصدر رزقي. يضطر بدل ما الولد يمشي يشتغل أو يمشي يتعلم، أنا أضطر أشيله عشان يساعدني أنا في المهنة الرئيسية عشان أنا آكل وأكل باقي أسرتي. لكن الآن الأخ الوالي الأسبق استطاع يكسر هذا الحاجز، وبالمناسبة له إيلة وبالمناسبة يعني
ارتفعت نسبة إقبال الطلاب على المدارس بالذات في ولاية البحر الأحمر بصورة كبيرة جدا، وحققوا نجاحات كان نجاحات ملموسة ومرقوبة. هل اتفاقية الشرق حاولت تعالج المسألة دي؟ يعني أنا عرفت وأنا بعيد للحلقة يا أستاذ محمد إنه واحدة من المشكلات برضو واجهة التعليم إنه مرات بتتبني مدارس لكن ما بيكون في كمية بتاعت ناس قريبة للمدارس، يعني دي واحدة برضو مشاكل إنسان الشرق حقه نقولها، يعني ما كل الأشياء تلغى على الحكومات، يعني في أشياء أنت كبير ذكرت نقطة مهمة جدا وحساسة أنا أربطها هسه بالكلام اللي هي ارتباط إنسان الشرق بالمكان، يعني زول تولد في دور دي بيكون موجود في دور دي ما يمشي تمام. المدارس دي لما تجي قد تحتاج إن شاء الله نقلة بتاعت كيلو للطلاب ما بيمشوا، فهنا الحل بيكون شنو؟ شوف معظم المشروعات الذي قام بها صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق كانت تأتي في إطار الإرضاءات للرموز القبلية، يعني مثلا نائب برلماني داري يكسب ناخبين في منطقة من المناطق عشان يقول لهم والله أنا جبت لكم مدرسة يصوتوا له المرة الثانية، يقوم يمشي يفرض مدرسته دي على حكومة الولاية، تقوم حكومة الولاية تضمن ضمن المشروعات يقوم صندوق إعمار الشرق يمولها ويبنيها. الآن إحنا وقفنا وقفة كبيرة جدا واعترضنا اعتراض، وأنا لفيت في كل ولاية الشرق محلية محلية للأسف الشديد كل هذه المدارس مبنية في مناطق يكاد لا يكون فيها حيوان ناهيك من يكون فيها إنسان، وأنا دائما أقدر أقول لهم والله أنتم مدارسكم دي البنيتوها في الخلدة أنا أشك أن الشيطان يكون قاعد، يعني تبني بعشوائية كبيرة جدا وده يعتبروا إهدار للمال العام. طيب ليه أنتم ما حاولتوا تحترضوا؟ يعني أنتم المثقفين من الشرق المتعلمين، يعني أنتم الإعلاميين ليه ما احترضتوا؟ يعني هل المدارس كانوا بتبنى نبت شيطاني فصرت تحترضوا؟ نحن اعترضنا وكتبنا وخاطبنا الرأي العام وخاطبنا مركز القرار. الآن يا أخي الكريم زي يقولوا الكلام القصير ما بيسمع، بعد أن تم إهدار هذا ملايين الدولارات بعد أن تم إهداره ليت الأون اكتشف والله كلامنا كنا نقوله هو كلام كان صحيح. نحن حنشوف رأي الأستاذ الإعلامي برحب بيه الأستاذ محمد ريس عمر. أستاذ محمد أهلا مرحب بك. مرحب بقناة الشروق وأشكركم على التواصل. نعم نحن ماسكين أو هذه اليوم في ملف الشرق، ويمكن كنا بنتكلم أنا والأستاذ محمد عثمان الرضي عشان أدخلك معانا في أنه والله يا أخي بدت مشروعات في اتفاقية الشرق أو صندوق الشرق تحديدا وفي ملف التعليم، وكان في شكوى بأن المدارس لم تكن في أماكنها. نعم فأنا كنت بتكلم مع محمد على الهواء في أنه أنتوا ليه كمثقفين وكإعلاميين وكأبناء شرق مستنيرين ليه ما حاولتوا هذه القضية تكون تحت إشرافكم بشكل أو بآخر، يعني قد التعليم قضية أساسية. نعم أنا تابعت حديث دكتور عبد القادر. نعم وهو كان في مجلس إدارة الصندوق، وكذلك تابعت حديث الأخ محمد عثمان وهو من الناشطين الإعلاميين. نعم الشباب يعني أنا ملاحظاتي على أداء الصندوق في الفترة الماضية أنه كان يعوز التمويل، ولكن كانت الخطة واضحة وكانت المشروعات كبيرة حقيقة وشهادة أقول أنا كإعلامي أنه صندوق الشرق أحدث تغيير كبير وتغيير حقيقي بالمناسبة، ليس مثل تغيير الشعارات، كان تغيير في الميدان. يعني أنا أشهد على ما تم من إنارة لغرى الباء وقريف وما تم في طوكر وما تم في منطقة دوكا في الجبارك وما تم حتى من تد سيكيت. هذا المشروع الضخم الكبير هو أحد إنجازات الصندوق وكثير من المشروعات حتى هو مشروع يا محمد أستاذ باشمهندس عبد القادر قال عبارة مهمة جدا وأفتكر إنها منصفة، قال الصندوق كان ممتاز لكن تنقص إرادة. الإرادة دي ما الصندوق براو، يعني ما في دولة في العالم كان فيها مشكلة بتبنيها الصناديق لكن في إرادة تانية. المانحين التزموا بما عليهم، ولكن كانت المشكلة في التزامات حكومة الخرطوم. أنا في الحقيقة يعني أتمنى في البداية الجديدة للصندوق أن يتم تصور كامل للتمويل، وطبعا هذه المسألة أنا شايفة صعبة شوية لأنه اهتمام المركز بالأغاليم في الفترة في العهد الجديد هو في مشكلة كبيرة حقيقة في التواصل مع المركز. نعم. وفي تلمس الاحتياجات
يمكن شاهدنا القصه دي في مع حدث من سيول وفيضانات في منطقه النيره الابيض. الوالي المكلف وضع الراي العام في الازمه ولكن المركز لم يتحرك. حدثت ايضا في البحر الاحمر حينما نشبت ازمه قبليه معروفه. لا انتوا نعم انتوا كمثقفين يعني انا دور المثقفين جاي لك ودور الاعلاميين يقتصر فقط في التوعيه وفي عكس المشكله، ولكن هؤلاء النخب المثقفين والاعلاميين لا يمتلكون حلول، يعني لا يستطيعون. كل المشروعات هذه تحتاج لتمويل وتحتاج ما هو التمويل جاي يعني جاب 300 مليون دولار من المانحين. ده تمويل محترم. نعم يعني انسان الشرق وين مثقف الشرق وين من المساله دي؟ والله انسان الشرق ومثقفي الشرق بكل اجتهادهم وكل واجهاتهم وبكل نوافذهم يطرقون في هذه القضايا ويسلطون عليها الضوء ويتحدثون، ولكن انت كما تعلم في النهايه يعني تظل هذه كل هذا الحديث مجرد مطالبات. نعم. مثل طيب. المطالبات التي نقولها الان عبر منبر قناه الشرق. انت طبعا اكيد استمعت لخطاب السيد سليمان بيتاي الاخير. نعم استمعت، انا كنت في ولايه كسلة. نعم. وتابعت اللقاء. صراحه اول حاجه هذا اللقاء حمل عده رسائل. الرساله الاولى ما صاحب الزياره من لغط، يعني كشف الشيخ سليمان البيتاي للراي العام، وهو يعني من القاده الدينيين الذين يعرفون كيف يتحدثون للاعلام. نعم. وكيف يتواصلون مع المجتمع. من خلال اللقاء ارسل رسائل انه هو طبعا في تواصل عميق بين شرق السودان واريتريا. في حضور المناسبات الوطنيه في منطقه تاوا التقى بالرئيس الاريتري السياسي أفورغي، ورغم العله المرضيه التي كان يمر بها الشيخ اصر على حضور المناسبه. في خلال اللقاء تحدث معه الرئيس وشكى له وضعه الصحي. السيد الرئيس الاريتري باعتبار العلاقه مع شيخ سليمان والده الكبير بيتاي الكبير راى من باب الود وباب التقدير لهذه القامه الدينيه والرمز الكبير ان يتم العلاج على نفقه الشعب الاريتري الحكومه الاريتريه. نعم. فبالتالي هذا كان وفاه تعبير عن علايق، ولكن ما حدث بعد ذلك من لغط اعلامي دار في وسائط الاعلام كان عكس تلك الصوره التي يعني للاسف الشديد يعني كانت محاولة لتشويه هذه العلاقة الإيجابية. أيوة تشويه تطوير. نعم. الأمر كأنه هنالك تواصل مع ريديا وهنالك تآمر وهنالك مخابرات، يعني هذه القصص الخيالية التي يعني يحاول البعض أن يعكر بها العلاقات السودانية الأريترية. وطبعا القصة دي مستقبلة وطبعا يعني يا, يا 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 أستاذ محمد ربما تكون هذه الاتهامات في سياق التاريخ القريب، يعني جبهة الشرق اتت من هذه المناطق الدول الحدودية، ما كمان انت في سياقات مرات منطقية للاشياء. صحيح. على اي حال جبهة الشرق جاءت في اطار اي نعم انا لا ادافع عن اي كيان اتحدث كمراقب وكاعلامي. نعم. جبهة الشرق جاءت ك يعني صوت للمواطن ويعني الادارة الليبية رعت هذا المنبر، وطبعا هو من افضل المنابر المنبر اسمر في شهاده المراقبين، لكن انا يعني وددت ان اعكس انه التجمع الكبير والحشود التي خرجت لاستقبال الشيخ سليمان كانت تحمل اكثر من مضمون. المضمون الاجتماعي انه كل الشرق يتوحد حول هذا الرمز الكبير. المضمون السياسي انه على المركز ان يلتفت للشرق. نعم. وكان العنوان البارز انه لن تقود صوارين الخرطوم إدارة الأقاليم عموما وشرق السودان بالذات. يعني نحتاج من حكومة الخرطوم أن تفكر بعقل أكبر من المركز ومن حدود ولاية الخرطوم. نعم. يا ريت كمان يا 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 أستاذ محمد يا ريت يكون التفكير برضه جمعي، يعني يا ريت يكون نعم يعني عقول. نعم هذا اللقاء كان في إطار التفكير الجمعي. نعم نعم شاكرين لك. نعم. استاذ محمد ادريس عمر يا اخي الاعلامي والمحلل كثر خيرك. الله يجزاك الله يبارك فيك. استاذ محمد عثمان في يعني الكلام اللي اتقال قبل شويه عن خطاب السيد سليمان بيتاي والنقطه اللي وقفنا فيها قبل شويه مهمه جدا اللي هي نقطه الخوف من انه والله يا اخي ما ياتي من دول الجوار كما سبق يعني في حركات الكفاح المسلح
وما كل من يأتي من دول الجوار شر. نعم باعتبار أنه مهددات أمنية. نعم نعم دائما برضو على دولة نقطة مهمة. نعم أنا أعتقد دولة إريتريا هي حريصة على أمن واستقرار شرق السودان. نعم لأنه هنالك يعني شعور متبادل أي انفلات أمني في شرق السودان سينعكس سلبا على إريتريا. وأي انفلات أمني وأي عدم استقرار أمني في إريتريا سينعكس سلبا على شرق السودان وسلبا على السودان بصفة عامة. ظل ملف الدول الحدودية هي من الملفات المزعجة طيلة العهد السابق، ولعل التوترات التي شهدتها العلاقة ما بين الخرطوم وأسمرة كانت توترات كبيرة جدا وأدى إلى ذلك إلى قفل الحدود وإلى طرد الدبلوماسيين. كل توترات حدودية، كل توترات حدودية وتبادل الاتهامات بإيواء المعارضات المشتركة ما بين الجانبين. وظلت العلاقة ما بين الخرطوم وأسمرة علاقة فيها شد وجذب. ولكن الآن أنا أعتقد هذه العلاقة تشهد استقرار نوعا ما. هنالك حرص وتفهم كبير ما بين النظامين الحاكمين، النظام الحاكم في الخرطوم والنظام الحاكم في إريتريا. أنا أستطيع أقول الآن معدل المخاوف في تناقص لم يكن في تزايد. أنا أعتقد المعارضة ما بين الطرفين تم تجفيفها ليست بالكامل، وهذا الشيء أمر طبيعي أن يحتفظ أي حكومة بكرت ضد الآخر، وهذه من باب لعبة السياسة نعم. وهذا أمر طبيعي. الكرت ده بقولني لي الكلام عن المهددات الأمنية الموجودة على الحدود الشرقية، يعني أخطر المهددات الآن شو؟ الآن أنا أود أن أتحدث بصراحة من أخطر المهددات نعم. في شرق السودان وانتشار السلاح الغير مرخص. الغير مرخص وانتشار السلاح له مبرراته المنطقية والعقلانية. ظلت منطقة شرق السودان هي منطقة معارك لفترة طويلة امتدت لأربع عقود. شهدت هذه المنطقة حرب ما بين الحرب الإريترية الأثيوبية دفعنا ثمنها نحن برضو، الحرب ما بين قوات التجمع السودانية وقوات الجيش السوداني، الحرب ما بين قوات مؤتمر البجا والجيش السوداني. وأصبح هذه الحدود الحدود المنسابة الحدود المفتوحة مسارح لعمليات وقطعا في الحروب أنت لا تضمن من تسرب السلاح من هنا وهناك. وهذا السلاح الموجود في شرق السودان بعلم السلطات، لأنه كلهم كانوا يحتضنون معارضات وكل كان يتعامل مع الآخر بالمثل. الذي يلاحظ طيلة الفترة الماضية وفي أواخر عهد النظام السابق وفي ولاية كسل، الذي يلاحظ تصريحات مدير شرطة ولاية كسل أو الأجهزة الأمنية بأن هنالك ضبطيات متكررة للسلاح بالأحياء الرئيسية لمدينة كسل، وهنالك سلاح أيضا ضبطوه في الحدود وخارج. فحقيقة الآن السلاح أصبح من المهددات الأمنية الخطيرة في شرق السودان، ما لم ينتبه لهذا الأمر بصورة جادة ومحاراتي إلى ذلك إلى كارثة. نعم إلى ذلك أيضا برضو تهريب البشر أصبحت من المهددات الأمنية، والجرائم العابرة للحدود أصبحت أيضا من 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 من, من المهددات الأمنية. والأخطر من ذلك الآن هنالك جزر داخل ساحل البحر الأحمر قد لا يصلها الناس، أصبحت هي مخازن للأسلحة، ويستخدموها بعض المنظمات الإرهابية لتحقيق بعض الأجندة. وكم وكم تم ضبط سلاح الآن مهرب عبر الحدود السودانية المصرية، قامت دولة إسرائيل بضرب هذه السلاح. الآن أعتقد الآن ظاهرة انتشار السلاح أكبر مهدد أمني خطير في شرق السودان. محمد عثمان، إحنا فضلينا أقل من دقيقة ونص، تلخيص لحلول مشكلة الشرق. حلول مشكلة الشرق حلول بسيطة نعم ومقدور عليها، ويمكن حلها في أقرب فرصة زمنية بسيطة. الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بإنسان شرق السودان، الاهتمام بالتنمية، وبذلك نكون ده من قبل المركز. ده من قبل المركز. طيب من قبل مثقفي وإعلامي وصفوة أبناء الشرق، تسليط الضوء، تسليط الضوء على هذه المشاكل، ولم يكتفي بتسليط الضوء فقط بل يسعوا جادين لإيجاد الحلول. يبقى أنتم محتاجين في الفترة الجاية لممثلين حقيقيين. أنا قبل تغطى عبارة مهمة جدا اللي قلتها في الحوار، إنه نعم. إنه كل معظم الممثلين كان بيجوا في البرلمان أو في الحكومة كانوا عبارة عن ممثلين لا ينتمون إلى الشرق حقيقة. نعم والممثلين الذين ينتمون للشرق كانت أصواتهم خافتة
لا وكانت أصواتهم خجولة، مش خجولة لأنهم كانوا ضعاف، ولكن أحزابهم كانت بتقيدهم بخطاب إعلامي محدد. إذن لا صوت يعلو فوق صوت الحرية القادم. شكرا لك أستاذ محمد عثمان الرضي، صحفي والمحلل السياسي، كثر خيرك كثير. شكرا جزيلا. إذن عزيزي المشاهد الكريم، كان حلقتنا اليوم في حوار آخر عن ملف الشرق وشرقنا الحبيب، دوما الشمس تشرق من هناك. هذه عطر تحياتي وتحيا الفريق العامل، السلام عليكم ورحمة الله.